على الرغم من صلابة قرونها وضخامة أجسادها، إلا أن جاموس الرأس أيضاً لم ينجو من أفراس النهر الشرسة. إنها تبدو هادئة وسهلة الانقياد، إلا أنها تمتلك جانباً عدواني ستتمنى ألا تراه أبداً، حيث يجعلها قادرة على مواجهة قطيع كامل من الكلاب البرية، تلك الحيوانات التي يخاف منها أشرس المفترسين، لا يمثل تهديداً لهم. فحتى الأسود ملوك الغابة وأخطر الحيوانات البرية لا يمكنهم النجاة أحياناً من هذه الدبابة الحية التي تمشي على الأرض. فكما نرى، حاولت إحدى اللبؤات الاقتراب من فرس النهر، ليأتي الرد قوياً وسريعاً، ويتم سحق رأس اللبوة على الفور بواسطة فك فرس النهر ذو المزاج المتقلب. إنها حقاً وحوش عاشبة قادرة على التخلص مما يعكر صفها دون أي خوف.